سمرخانو. صار لي زمان عم أجل الحكي بهالموضوع، بس أكثر من هيك أعطيني من الآخر. إذا بتريدي لما بدك تقولي لي شي لا تلمحي قدامي، قولي لي بشكل مباشر. بتخيل إني عم بعمل هذا الشيء قديه بتحبي يكون واضحة؟ رح أستمر بالشغل هون بس للخريف الجاي، لبعد ما يسافر مراد برات البلد مثل ما اقترحتي حضرتك. هذا مو بس طلب عدنان بيك ونهال، هاد قرارهم كمان. يعني عم بتقولي لي خرسي ولا تحكي كتير؟ استغفر الله، هذا مو اسلوبي. انا بعرف منيح ايمت وين بتنتهي حدودي. انا ما فيني احمل حالي وروح بسبب مهمتي يا سمرخان، ومقد ما انزعجت انزعج. بتعرفي انه فينا نتخلى عن اي حدا هون؟ مو كتير، رح نكون بس كذا شهر مع بعضنا. أنا متأكدة من إنه رح نتجاوز هاي المرحلة وبشكل أسهل إذا احترمنا بعض أنا وأصدقاء. سمعتي ما هيك؟ سمعتي قليلة الأدب هلأ بوريا. تركيني. شو عم تساوي؟ فكري لشوف من وين جابت هالشجاعة. ما شفتي التعبير يلي بعيونها؟ عم تتحداكي، عم تتحداكي بدون خوف. ليش؟ شو مفكرة كاتي قالت له بس لمهند؟ بركي بشير حاكي لشي. شو بيعرفك؟ ما بظن انه هالمرة ما لها خبر باللي عم يصير بنوب. اهدي شوي ولا تخطي اي خطوة غلط، لا ترتكبي غلط جديد. عم تقولي ما رح اضل تحت ضغط هالكلام، بس رح تنهد الدنيا فوق راسك. Thank you.